مشاهدينا الكرام، نحن نتواجد في سوق المواشي وبالتحديد في منطقة نجران. مع قرب دخول شهر رمضان المبارك يزداد العرض في السوق ويزداد الطلب أيضا. البائع له رأي والمشتري له رأي آخر. خلونا نتعرف على هذه الآراء على أرض الواقع. أروح ب 56 يرزق الله. يرزق الله. 56 يرزق الله. 56 يرزق الله. 76 يرزق الله. 76 يرزق الله. 86 يا ولد قفلها. مفاوضات تجري هنا بشكل يومي بين بائع ومشتري، الكل منهما يرى أن له الحق، فهذا يصرف مؤونة لها على مدار العام، وذاك يرى أن القيمة مبالغ فيها. والله يا طويل العمر فيه نعيم وفيه حريات طال عمرك وفيه بلديات، وذا الحين الأسعار يا طويل العمر مرتفعة مع شهر رمضان وموسم، تعرف الكلام، والنعيم على ما تشوف فيه بألف وسبع فيه بألف وست، والحريات ألف أربع ألف أربع وخمسين، والبلدي غالي عندنا تعرف نجران مرتفع في 1005 1006 في 2000. الله الله. أسباب كثيرة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مختلف أنواع المواشي، ومنها رغبة أصحاب السوق في تعويض مصروفاتهم الباهظة وحرص المستهلك في الحصول على سلعته في وقت الموسم. البائع والمشتري، البائع يشتري غالي وبيع غالي، ما فيه رخيص. لو فيه أسعار رخيصة يشتريها من المواطن بيبيع رخيص، لكن الشيء داخل عليه غالي المشتري عند البيع. المواطن يجي له 50 ريال 20 ريال 100 ريال بالكثير يعني في الرأس، لكن هنا مصاريف عندها علاف وعنده أقل ما يقاربني. والله أني أصرف الشهر حوالي 16,000 في مصاريف الأعلاف هذه، لا وعمال وما عمال، ولازم الإنسان يقارن أرباحه ويقارن مدخوله. السوق عرض وطلب، فيه ضغط في مواسم وفيه أيام عادية، يعني ما تجيبش أيام المواسم زي الأيام العادية، ولا تجيب أيام العرسات زي الأيام العادية، فيه رفع وفيه نزول. يعني السوق ما هو بيبقى ماشي مستوى واحد، لا يرفع وينزل، وده في كل مكان في العالم. مع ارتفاع أسعار المواشي هذه الأيام، يبقى المربي يشكو ارتفاع تكاليف تربيتها واستئجار حظائرها وسداد رواتب عمالتها، فيما يبقى المستهلك بين مطرقة ارتفاع هذه الأسعار وسندان دخول شهر رمضان الكريم. لقناة MBC عبدالله الشهري، نجران.